في آخر تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة، تم الكشف عن أن 90% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع. وجاء في تقرير اليونيسف الذي يحمل عنوان على وشك الجفاف تأثير شح المياه على الأطفال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن حوالي 9 من كل 10 أطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعيشون في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية، مع عواقب وخيمة على صحتهم وتغذيتهم وتطورهم المعرفي وسبل عيشهم في المستقبل. وأضاف التقرير أن من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، تقع 11 في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تشير التقارير إلى أنها المنطقة الأكثر شحاً في المياه عالمياً. وأشار إلى أن حوالي 66 مليون شخص في المنطقة يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسي، كما ويتم معالجة نسب منخفضة جداً من مياه الصرف الصحي بالشكل المناسب. وتشير اليونيسف إلى أن النزاعات وغياب الاستقرار الاقتصادي والسياسي الإقليمي أدت إلى زيادة الطلب على مصادر المياه الطارئة، بما في ذلك النقل بالشاحنات، مما أدى إلى تفاقم استنفاذ المياه الجوفية، مؤكدة مواصلة دعمها للشركاء المحليين والحكومات والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمعالجة ضعف موارد المياه في منطقة ميناء.